في تنزانيا لمباراة الافتتاح، افتتاح السوبر ليج. معالي السفير مساء الخير على حضرتك وتحياتي ليك. مساء الخير استاذ محمد، ازيك؟ صحة وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. اهلا بك معالي السفير، وبالتاكيد عايزين نطمئن من حضرتك على الاخبار في تنزانيا، الاجواء في تنزانيا. يمكن العالم كله بلا استثناء في الرياضه تحديدا وفي الكوره هيكون اهتمام كبير جدا، لان في حفل افتتاح وفي حضور شخصيات كبيره من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، والاهلي كمان هيصل مساء اليوم. وانا عارف حضرتك على مدار الايام الماضيه كانت في اتصالات على اعلى مستوى للتنسيق والترتيب لكل هذه الامور ان شاء الله. هو بالفعل حضرتك عارف طبعا دي البطوله الاولى أكيد لها، يعني كثير من الاهميه والدخل. ماتش الاهلي ان شاء الله هيكون ماتش الافتتاح الاول في البطوله ذاتها، فيعني طبعا واخد من كثير من الاهتمام سواء هنا في القاره او في العالم كمان الرياضي. فان شاء الله هتبقى بطوله جديده وهيبقى فيها طبعا اهتمام عالي من المهتمين بالرياضه في العالم كله، وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طيب اخر الترتيبات مع بعثه النادي الاهلي، وكان في اتصالات اكيد مع الاستاذ طارق قنديل مع مجلس اداره النادي الاهلي للترتيب لكل شيء، وكمان عرفت ان حضرتك كنت كمان موجود مع الكابتن خالد بيبو ومع الكابتن سمير عدلي عشان تطمئن على كل الترتيبات الخاصه باستقبال البعثه باذن الله. والله حقيقة احنا من ساعه ما عرفنا ان البطوله دي هتتم وان الماتش الاول هيكون مع تيمبر تنزانيا، واحنا يعني بنحاول ان احنا نكون يعني كده مستعدين تماما، ويعني نهيئ كل الظروف ان شاء الله النتيجه ايجابيه. بإذن الله. وبالفعل النهارده يعني قررت ان انا اولا تلقيت اتصال من كابتن محمود الخطيب الحقيقه، وكان في اتصالات قبل كده مع يعني اعضاء مجلس الاداره، والتقيت الصبح برضه النهارده او الظهر تقريبا مع الكابتن يعني خالد بيبو والكابتن سمير عدلي، موجودين هم معانا من الفجر، وكل الاجراءات ان شاء الله يعني بتتم على القدم الوثيقه بحيث ان هو يبقى مسافه ايجابيه ان شاء الله للنادي. بإذن الله. هل في اجتماعات تمت في الفترة الأخيرة مثلا مع الاتحاد التنزاني، مع مسؤولي نادي سيمبا، كمان الجالية المصرية، الحضور الجماهيري للجالية المصرية اللي ممكن تحضر هذه المباراة؟ يعني نطمئن من خلال حضرتك في جالية مصرية، في حضور ممكن يكون موجود في المباراة؟ أنا عارف طبعا الملعب هيكون ممتلئ عن آخره حوالي 60,000 متفرج. هو حقيقة الملعب طبعا الملعب الرئيسي بتاع تنزانيا بالكامل في طرق السلام، وسعته تقريبا بالفعل 60,000، هو يعني متوقع طبعا ان هو يبقى مليان على الاخر، بس ان شاء الله هيبقى فيه حضور مصري مميز باذن الله. مش هقدر اقول لحضرتك ان كل الجاليه، احنا الجاليه كلها تقريبا حساب يعني 1200 واحد، مش كلهم هيكونوا متواجدين، بس بقلوبهم وبقلوب المصريين جميعا ان شاء الله هيكون الدعم موجود وموجود باذن الله. باذن الله. هل يقدروا يحصلوا على التذاكر ازاي؟ يعني لو برضه لو الجماهير المصريه او الجماهير الاهلاويه اكيد سمعانا وعايزه تطمن ازاي تحجز التذاكر، هل في وسيله معينه ان الجمهور يحجز تذاكر منين او يقدر يدخل المباراه ازاي؟ والله يا فندم هو المفروض بكره الاجتماع الفني ان شاء الله هيظهر فيه كل البيانات دي باذن الله، بس قياسا على تجارب سابقه كان المفروض ان هو بيخصص تقريبا مجرد للجماهير اللي هي بتاعت الفريق الطريق، وده اللي هيتم ان شاء الله المره دي باذن هيبقى الله. في بعض الدعوات اللي هتيجي للنادي الاهلي، وفي من الجاليه الاخرى اللي حابين ان هم يعني يقدروا يشتروا تذاكر هتكون متاحه ان شاء الله في التوقيت اللي هيعلن عنه بعد الاجتماع بتاع بكره ان شاء الله. لاول مره معالي السفير يمكن الاهلي في تنزانيا او حتى الفرقه المصريه ممكن تلعب بالليل على الاضواء الكاشفه، اعتقد ده مشهد يعني هيبقى جديد على الجميع في الفتره اللي جايه، ان كان دايما جرى العرف ان كل مباريات الاهلي سواء مع سيمبا او يانج افريكانز او حتى لما الزمالك سافر وفيوتشر في الفتره اللي فاتت كان بيلعب الساعه 3 العصر. والله فن يعني يلعب العصر يلعب بالليل، بالليل. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، فيعني اعتقادي انه مش هتفرق التوقيت قد ما هتفرق الاستعداد، وانا اعتقد ان شاء الله من اللي شفته وسمعته من النهارده الحقيقه من كابتن خالد وكابتن سمير عدلي ان شاء الله الفرقه مركزه، وان شاء الله يعني على قدم المستحق ان هم يطلعوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. باذن الله. الاجواء هناك في تنزانيا دلوقتي اجواء حاره ولا الاجواء تقدر نقول مناسبه شويه؟ يعني الرطوبه والله حقيقة هي تنزانيا تتميز ان هي يعني مناخ استوائي، فيعني تقريبا مناخ مستقر طول السنه، بتختلف بس يعني موسم الامطار الرطوبه العاليه شويه، احنا داخلين دلوقتي على بدايات الرطوبه العاليه. بدايات يعني الرطوبه العاليه. يعتبر يعني الجو مثلا في حدود 25 28 درجه. يمكن الرطوبه تبقى عاليه وفي طبعا فرص يعني موجوده لصدور بعض الامطار يعني. باذن الله. معالي السفير انا بشكرك، والفتره الاخيره انا عارف السفاره المصريه كان لها دور كبير جدا حتى مع الانديه المصريه فيوتشر والزمالك والمره دي الاهلي، فكل التوفيق لكم يا رب باذن الله.
والله يا استاذ محمد، يعني احنا كل دعواتنا لكل الفرق المصريه احنا بنسعد بيهم اينما يحلوا علينا، يعني في اي بلد بنكون فيها بنسعد طبعا اللي يحمل اسم مصر واللي يشرفنا من اسم مصر، فباذن الله يبقى في يعني سعاده مضاعفه باذن الله بالنتيجه الايجابيه، ونفرح كلنا سويا ان شاء الله. بإذن الله. معالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، شكرا جزيلا لحضرتك، حاولنا قدر الإمكان نعرف شوية من الأجواء في تنزانيا، وبالتأكيد يعني أبرز حد ممكن